اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان، تحت طلبكم نشارك معكم الاخوان يعني لونسيلاج اللي خديت، كيفاش تنعطي الغنم، والاخوان تنخلطوا مع الشعير والنخال ولونسيلاج. انا دابا راه تاي يزلعو في المجاور، غادي نهبطو ان شاء الله وغادي نورجعو لكم. اللهم يسر الله يسخر جميع الاخوان. نتمنى يعجبكم فلوق الاخوان بتاريخ 8/10/2022. بالنسبة للإخوان يعني الله يرحمنا، قضية قاصحة شوية، لكن ما بقى ما يتكل في الأرض. الغنم بغيتها تخرج هاد الدار مسكينة، تتاكل شوية ديال الضرو وشوية ديال الكروش وشوية ديال الدوم. اللهم يسر. نبطو دابا نشوفو التروينة كي دايرة. تحياتي لكم. صباح الخير، ميني فلوق. ميني فلوق عبدك. هنا الاخوان، ان شاء الله الغبار هذا راه كامل غادي نزلعها في هاد البلاد هادي، باش ان شاء الله غادي نبداو نحرثو. ذاكرين ان شاء الله اليوم وهاد السيمانه ان شاء الله شي شتي، والله يرحمنا، ثبات ان شاء الله. اللهم يسر. هنا الاخوان، هي الطريقه الاخوان تي الخنشه ديال لونسيلاج بحال هكتي اللي غنعلفو اليوم. البارح اللي تنزلعوها في الميكا في الارض، ونزلعو فوق منو النخالة والشعير، صافي فاش يصبح الصباح شطابة. المهم الصباح فاش تنوضو تنخلطو ونزلعو على الغنم. اللهم يسر. يعني صراحة الإخوان كاين شوية ديال النتيجة بالنسبة للنعجة اللي تترضع، كاين شوية ديال النتيجة. الشطابة الكبيرة كيفاش قلتي؟ واحد راه كيكون يابس. يابس بزاف؟ يابس بزاف. تتمشي ليه ديك؟ أييه، ما هذا راه فيه تيبقى فيه شوية ديال اللدام. تبارك الله، راه فيه البركة ديال الحبوب، واخا ناقص شوية ديال الحبوب، ولكن هادشي اللي عطا الله، الله يدير الخير. هنا غادي يطلقو الغنم، شوية اللي جات في هاد الفراوة هادي غادي تاكل غا لونسيلاج، لأن مخلطش مزيان.
اللهم يسير صافي. المهم الاخوان يعني تن نكاليو شويه الجقله وصافي. العلف غالي يعني باش تعطي القاصح راه شويه قاصحه. الانسان تيقلب شويه على الاقتصاد، نقتصدو شويه. انا نتسناو الغنم غادي تجي. هذا غنم ولفات الماكلة، ولفات الماكلة. الاخوان من الاحسن صافات. هم الاخوان كما قلنا من الاحسن الانسان فاش يبغي يعلف خص المجاور يكونوا كثار على باش تقال غنم فين فين الدور تلقى فين تخشى. مولا كان الزيار في الفراوات العجله خرجات ما تلقى فين ترجع. بالنسبه لهاد النعجه دابا اللي نتبغى الصفرا ديالي والده مسكينه راه مقوصة مسكينة، الله يدير الخير. هادو هما المعيزات الاخوان اللي كنت شاركت معاكم ديك الساعة. تبارك الله راه خا بلديات راه تبارك الله تيحلبو. صراحة العام الفايت داز قاصح، هاد العام هذا راه تنحاولو نعيشو في النعجة الله يدير الخير وصافي. نتمنوا من الله يجيب لها شي رويه. المهم الاخوان نتمنى يعجبكم الفلوك، تحياتي لكم. ما تنساوش الاخوان دعمونا بكم الاخوان ان شاء الله نزيدوا القدام. اللهم يسر. هذاك راه هاد العطروس ديال لاروي غادي نمشي نصور. تبارك الله المعيز عجبو الحال هنا. صخوط مكالي على راس شاد شاد مساحة بوحديته. هاد الحليسه تزيدوا شويه ديال الشعير بوحدو ولا والو؟ اييه ها العشيه كيعز شي شويه بوحدي. هذا علاش كاينه كاع؟ غير تهلا فيه. اعطيك واحد الصوفه ميسير راني جبتها. اييه عطاك ودق ليه ودق لذاك الحولي ودق لكاع هاد النعجات اللي ناقصين دق لهم. هادو اللي ناقصين. اييه سير جيب شي ابره. سير اللي عندك. عندك شي ابره؟ إبرة ما عندي. معليش ما عطاوكش الإبرة؟ لا ما جبتهاش نسيتها. غادي تكون عندها. تبارك الله دابا راه اللي قنعاتهم راه ما غاديش يقنعوا. تجي تشرب.
المهم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم فلوك، تحياتي لكم، اللهم يسر. ودعوا معنا الاخوان، دعوا معنا.